بالنسبة إن إحنا نجيب فنانين مشهورين يبدأوا هما يعملوا ترويج لسياحة بلدنا، أو هما ييجوا علشان خاطر هما يعملوا الترويج، ده شيء إيجابي، ولكن أنا أؤخذ عليه، يعني ليا رأي يؤخذ. بالنسبة للممثلين عندنا أو لاعبين الكورة أو مشهورين أو علماء، مش شرط إن إحنا هنقول بشكل معين، يعني لما بنبدأ نيجي نصور ونبدأ نيجي نعمل ترويج ما بيطلعش بشكل صح. يعني لما بيجي مشهور من الخارج بيبدأ يتأمن، بيبدأ يتفتح له الأبواب، بيبدأ لو في تصوير بيبدأوا يصوروا له، بيبدأوا يخلوه يتصور، بيبدأوا يعملوا له هو تسويق. لكن لو انت هتتكلم بالشكل الداخلي، لا، الأبواب بتبقى مغلقة، فبالتالي يعني اللي بيبقى عنده حماس مرة ما بيبقاش عنده حماس تاني. التحفظ اللي عندي ان هم اوكي، بس بيبقوا مدينهم صلاحيات كتيرة جدا مش موجودة للناس بتاعتنا. يعني مثلا لو مجموعة شباب، ومجموعة الشباب دولت يكونوا عاملين عندهم، يعني مثلا خلينا نتكلم بشكل عملي، ان في 5 شباب كانوا ابتكروا ابتكار للسياحة، بدأوا يعملوا مركب بالطاقة الشمسية، فبدأت يشتغلوا عليه وطلعوه. ليه ده ما تعملوش ترويج؟ ليه ما دعمهمش؟ ليه ما جابهمش؟ ليه ما ادهمش الصلاحيات؟ ليه راحوا درسوا بره وجم على يعني على نفقتهم الخاصه؟ يعني هم راحوا درسوا وبداوا ياخدوا التخطيط اللازم، وبداوا ييجوا وبداوا ينفذوا، وبعد ما عملوها بدا خبر في جورنال يطلع عليهم.